علشان الكورونا لازم كلنا النهارده بما انها حلقة الكورونا فلازم نلبس ماسك الكورونا. ما هو ابيض اهو حلو جميل، ما نشوف له استك. حد عنده استك؟ استك يا جماعه. عايز اقوله النهارده عايز اعمل حاجه مختلفه. طب ما كل الناس طالعه تتكلم في طرق الوقايه وطرق العلاج وكم حاله هنا وكم حاله هنا والارتباك والخوف. لا طب انا عايز اتكلم اطمن الناس بدو يعملوا ايه، يعني ان احنا نكسب الوقت. طب انا قاعده افكر في المصيبه، طب افكر لو المصيبه جات لي طب هعمل ايه. طيب ابتدي افكر في الماسكات. الناس الغلبانه اللي ما عندهاش فلوس تجيب ماسكات طب تعمل ايه. انا عندي اقتراح النهارده هقترحه وهسال الاطباء في الحلقه ينفع ولا لا. حلو، وما تسالي برده الطبيب في الحلقه. هو يا فندم الموضوع ده مهم. انا يا فندم بستخدم، انا بسمه وهبه باخد كل يوم الصبح بشرب ليمون وجنزبيل وبتاع بالظبط، وانا جايباه اصلا بحوار الناس يعملوه ازاي لو نفع. حتى اذا ما نفعش مش هيضر. ايوه طبعا. يعني كل بص انت يعني انت قاعده الاعلام انك انت تقدم للمشاهد حاجه تفيده طبعا. مش انت قاعد بس بتطلع بتهري وبتقول حلقه. فانا عايزه اقول انه الناس كلها دلوقتي اللي انا عايزه اطلع اقدمه مختلف حاجه للناس تنفعهم. طب ما كل الناس تتكلم عن طرق الوقايه، عن طرق العلاج، عن المش عارف ايه. فاللي عايزه اتكلم فيه حاجه جديده مختلفه اللي هي ايه، انه مثلا ممكن الناس اللي ما عندهاش فلوس تجيب ماسكات طب تعمل ايه. الناس اللي ما عندهاش فلوس طول الوقت تجيب في ادويه وحاجات اللي هي ترفع المناعه مش اللي بتخفف. جديد